ام عبدو وقفي العرس ونزل البنت وخليه يتغير او عيا. يو ليش ما نوقف العرس يا رجال؟ عم قلك وقفي العرس يعني وقفي العرس. ومرت اخوك اللي جاي تاخذ البنت شو بدنا نقول لها؟ ليلى مالك عنا عروس وقلعيا. يا رجال احكي لي اذا صاير شي مشان الله احكي. انت ساوي مثل ما عم قلك وبس. امرك امرك يا رجال. عمتي قومي معي شوي. وين 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 ام وضاح؟ هي عروسه ابني يا بعدي، وانا وامها مننزلها من على الاسكي. انت خليكي مرتاحه. صبحيه بعدي من وشي احسن لك. ها خير؟ شوفي شوفي ام عبدو قولي لام وضاح تروح تقعد محلها، هي عروسه ابني وانا بنزلها من على الاسكي. انت ما الك عنا عروس. نعم 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 نعم. شلون يعني مالي عنكن عروس؟ مثل ما سمعتي تقبريني ولا طرشاني ما عم تسمعي؟ لا تنسي انه ابني كتب كتابه عليها، يعني بيقدر ياخدها غصما عن الكبير والصغير والمقندق بالسرير. صبحية لفية احسن لك، قلبي معبى منك. ها لا يا مرتخي ما بصير هيك، شو القصة؟ ام عبدو اسمعي، انا ما كنت بدي نزلها لرويدة، كان في كلمتين بدي احكيهم بيني وبينها. وشو هالكلمتين يا مو؟ اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي من بيتي يلا. لا لا يا ام عبدو ما بصير هيك. لا بصير تقبريني، واخوك ابو عبدو هو هيك بده. اخي يو ماشي الحال، انا بورجيكو. روحي حبيبتي درب اللي سد ما يرد، الله لا يردك الهي. والله لسففك التراب والله. يا مو شوفي سالي هالحناين خليهن يحكولك عن الطبخة اللي طابخينها. لك يا مو هلا مين جاب سيرة الاكل والطبخ؟ امشي وليه امشي قدامي. موضة تقبري قلبي، نزلي لي هالعروس من الاسكي نزليها. يو وين رايحين يا جماعة؟ اي والله والله ما حدا بيطلع منكم من هون الا تاكلوا وتشربوا، وبعد ما نخلص كلياتنا بدنا نروح لبيت ام نصري. ما قلت لي خليكي مع رب العالمين وربي بعدي اسمه ما رح ينساكي. الحمد لله الحمد لله يا رب. الناس بتبارك للي بيتجوزوا مو للي بيتطلقوا. يلا قومي خلينا نروح على عرس نصري نغير جو شوي. روحوا لحالكم وخذوا معكم عليا. يلا قومي 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 خلوني قاعده لحالي مبسوطه مبسوطه مبسوطه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قومي يلا قومي. الحمد لله الحمد لله يا رب. بعد ما طلع ابو لطفي من عندي وقلت له خلي ام صفوان تنزل العروس، شفت عربيه طويله عريضه وقفت قدام باب المجال، واذ سالم بيك جاي لعندي. أهلين سالم بيك. أهلين وسهلين بهالقلب بهالعين. الله يطول عمرك. نورتنا والله. شكرا يا ميت. أهلين طمني عنك كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. صب قهوة يا بيك. عمرك يا كيف شغلك؟ ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله يا ميت. أهلا وسهلا، زارتنا البركة والله. شرف سالم بيك. الله يبارك فيك. مرني سالم بيك. إيه سيدي أنا بستعجل. خير؟ هذا صفوان لابن أخوك. صفوان خير؟ شو هو؟ من مدة إجا لعندي وخطب بنت أختي وكتب كتابه عليها، ومن وقتها غطوا ما عاد بين. البنت يتيمة وما لها حدا، أنا ولي أمرها. نحنا ما بيضحك علينا يا أبو عبدو، ترى اللي بيدسلنا على طرف مناخد روحه. هلأ صفوان خاطب بنت أختك؟ ليش ما عندها خبر بهالقصة؟ لا والله، بس يعني طبعا يعني حصل لنا شرف يا بيك. الله يزيدك شرف. بقى اللي بدي اياه منك تقول لاخوك وابنه يعملوا حسابهم يجي يوم الخميس الجاي ياخذوا البنت، واذا غيروا رايهم يحضروا لي 250 ذهب عصملي. اوف 250 ذهب عصملي؟ هي ايه، لانه المهر اللي اتفقنا عليه 500 ذهب، وطالما ما تجوزوا بيطلع لها نص المبلغ. البنت يتيمة، أنا ما بدي فرط لها بحقها. خلص يا بيك أنت اترك الموضوع علي وأنا بتصرف. هي بعت له حمى إلهي، إيش مفكر بنات الناس لعبة؟ إيه يا أخي وشو صار بعدين؟ البيك حمل حاله وراح، وأنا بعت رجلي نادي العمو أبو صفوان وصفوان، ولما أجوا صار صفوان بده ينكر. لما اتسفقته كف خليت الشرار يطلع منه. إيه وطالما انك خاطب بنت اخته للبيت وحاطط له مؤخر 500 ذهب، ليش ما حكيت؟ ليش خليتنا نخطب لك بنت عمك ونتحمل خطيتها؟
هي امي كان بدها هيك، قال حتى ما حدا غيرنا يخطبها. امك ولك الله يعدمني اياك انت وامك، ولك بهدلتوني وسودتوا عيشتي وبعدين معكم، بعدين طلقها. مين صبحيه؟ ولك شو بدي بصبحيه انا؟ عم قال لك طلقها. مين من بيناتهم؟ مين بيناتهم يعني؟ رويدة. لك اخي والله هيك ما بيصير، يعني لولا هالمشكله كنا هلا عم نزفها. طيب انت معك 250 اصمليه ذهب تعطيهم للبيك نص مهر بنت اخته؟ انا من اللي حسره؟ اذا كان اولى ابنك يطلقها. طلقها. لك شو بس ما بس؟ بعد ما تطلق بس بس على كيفك. خلص طلقها ابني طلقها. رويدة طالب. ايوه. منيح اللي رضي يطلقها وما عذبك. لك شو يعذبني؟ قال يعذبني قال. ايه علي يجيري بمسع رقبته بحسب الله ما خلقه. يلا اختي، يلا قومي روح لعند النصري، خطيه، بتلاقيها حلوه منكم. الله يستفل فيك يا صبحيه يا بنت الدومري. يو، تضربوا انتوا وبنتكم، اللي بصح له يتجوز بنت البكوات، ما بيطلع فيكم وبناتكم. لك انا اتقلع قدام كل نسوان الحاره انا، لك يا عشرنه يا فلتانه، يا بنت الكلب. قلت لي ضربك يا مو؟ يا الهي. إلهي تنشل إيديه، إلهي وإنت جاهي يا رب، محجوب ابن حفيظة تنكسر إيده، إلهي وإنت جاهي. لك هلا شو هالشغلة؟ عمه ضربه كف، شو صار؟ لك ما عاش وما خلق لسه اللي بده يضرب ابني. هلا كل هذا الشيء مشان كيف؟ إي والله كنت فكرته أكله شيء قتلة مرتبة، مثل هديك القتلة اللي أكلتها أمي من عمتي هديك المرة. ولك أنا 100 مرة قلت لك، أنت لا تحكي بنوب. ولك لا تحكي بنوب، لك مين قلت تحكي؟ اتركيها يا حرمة، اتركيها. وانت عن حق كاتب كتابك على بنت اخته لسالم بيك؟ والعرس الخميس الجاي؟ ايه يا ماما. اين اعوى ويشربوا ميتها لرويدة خانهم. زكية. نعم يا ماما. حطي ملايتك عليكي. ليش لوين بدنا نروح؟ عجنة، روحي حطي ملايتك عليكي. لوين بدك تاخدي البنت وتروحي بهالليل؟ خطب بنت اخته لسالم بيك، يعني بنت بكوات، والعرس الخميس الجاي، وكلياتكم معزومين على العرس. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم وعقبال اولادكم ما ياخذوا بنات بكوات مثل ابني صفوان. يو، معقوله؟ ايش هالجنان؟ قال بنت اخته للبيك، يعني انو بيك بده يعطيهم بنت اخته؟ هي عم تشاكر ام عبده وتغيظه.